نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق دكتور علي، أولا مساء الخير. مساء الخير يا فندم. قرأت لحضرتك تصريح النهاردة حول مصر وروسيا والمفاعل الضبعة، وأنه ربما يكون في تدشين في احتفالات أكتوبر، هل الكلام ده صحيح فعلا؟ صحيح إن شاء الله. إحنا أول قطعة من القطع الثقيلة اللي بتتركب في المحطة النووية اللي هي بيسموها مصيدة قلب المفاعل دي وصلت ضبعة يعني على الرصيف الضبعة وهتتركب إن شاء الله في 6 أكتوبر احتفالات 6 أكتوبر. أيوة. دي أول قطعة بعد الإنشاءات، لأن إحنا بنبدأ إنشاءات ثم بنبدأ نرقب المكونات الثقيلة اللي هي زي مصيدة قلب المفاعل، زي المفاعل نفسه، زي 4 مولدات بخار، زي الضاغط وهكذا، وتبقى الجزيرة النووية كده اكتملت إن شاء الله ببداية 6 أكتوبر، يكون أول تركيب لقطعة تقيلة عمرها عمر المحطة النووية، عمرها 60 سنة أو أكتر. القطعة دي دكتور علي النهاردة بنتكلم على روسيا، خلاص نقلتها لمصر. دي موجودة في موقع موجودة. طبعا هي حاليا دلوقتي. وده هي جت في مايو، جت في مايو. ايوه. فبتقول دي اكبر قطعه او اول قطعه وصلت الى الضبعه، اول قطعه تقيله توصل الضبعه. نعم. دي كتلتها كلها حوالي 700 طن. 700 طن. ايوه. نعم. بنتكلم النهارده على انه زي ما حضرتك قلت كده، انه حدث كبير، حدث غير مسبوق بين مصر وروسيا على يعني يمكن من السد العالي لحد دلوقتي، مش كده؟ تمام سيادتك، تمام. ده اكبر، انا يعني مش ده اكبر من السد العالي للعلم، يعني ده اضخم مشروع في تاريخ مصر بين مصر وروسيا. وعلى مستوى مصر مع اي دوله تانية ده اكبر مشروع يعتبر. يعني ما فيش مشروع اكبر منه، ده مشروع ضخم جدا، معقد جدا، وان شاء الله فتحت خير لمصر، عشان حتى شفنا العجز في الغاز بقالنا كذا يوم اهو. فالمحطات النوويه ان شاء الله هتقضي على العجز اللي في الغاز ان شاء الله، مش هيبقى عندنا مشاكل، وخصوصا ان الوقود النووي متوفر على مستوى العالم، ما بيحصلش فيه انتكاسات زي الوقود الاحفوري زي البترول والغاز والفحم، ده ممكن يطلع وينزل، حتى اسعاره مش ثابته، البترول والغاز والفحم اسعارها مش ثابته وكميتها مش ثابته، لكن لله الحمد الوقود النووي وقود السوق بتاعه واضح وثابت، اسعاره ثابته. يعني انا هقول لسيادتك حاجه. اتفضل يا فندم. محطه الضبعه دي، نعم، لو انت المحطه الواحده لو شغلتها، هم اربع محطات، اربع وحدات يعني، وحدات، لو اربع وحدات، لو شغلت الوحده الواحده بغاز هتكلفك النهارده 400 مليون دولار في السنه غاز، بالغاز. لما بتشغلها بالنووي بتكلفك 60 مليون دولار. يعني انت بتوفر حوالي 340 مليون دولار كل للمحطة الواحدة. شوف اربع محطات ده، شوف بتوفر غاز قد ايه. فمحطات النووية هي المستقبل ان شاء الله، مع الطاقة الشمسية اللي هي بتاعت الالواح الكهروضوئية. دي مستقبل الطاقة على مستوى العالم، مش على مستوى مصر. نعم. ده على مستوى العالم. ده مشروع للمستقبل زي ما سيادتك بتقول كده. ده مشروع مستقبل، فتحة خير لمصر ان شاء الله، يعني ان شاء الله. عظيم. لانه بعض الناس قال لك ده في العالم بيقفلوا المحطات دي واحنا بنعمل محطات، بترد؟ ابدا. اتفضل. ابدا. هو يعني حول ست حاجه فضل. المانيا قفلت المحطات، قفلتها قفل سياسي وليس فني. يعني المانيا من قيمه شهرين كان لسه عندها محطتين شغالين. معناها ان من الناحيه الفنيه ما فيش مشاكل، لكن هم من الناحيه السياسيه اخذوا قرار ان يبقاش في محطات نوويه. نعم. لكن في المقابل بقى اغلى سعر كهرباء في اوروبا موجود في المانيا. معايا؟ وبتعتمد على الكهرباء الخارجيه. نعم. يعني بتاخد من فرنسا وبتاخد من الشبكه الاوروبيه. نعم. النهارده فرنسا بتعتمد 72% على الكهرباء النوويه. نعم. فرنسا. نعم. يعني فرنسا الكهرباء النوويه بتمد فرنسا ب 72%. المانيا. فرنسا. فرنسا. وبتمد المانيا بالكهرباء. يعني فرنسا ما عندهاش مشكله، لان ما لا تعتمد على الغاز، على المصادر الاحفوريه من سنه 73 لما حصل الملك فيصل ووقف البترول، فرنسا اتجهت الى النووي. نعم.
لدرجه ان هي وصلت 75% من انتاج الكهرباء كان نووي. نعم. فالمحطات النوويه هي زي المحطه بتاعتنا ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم. المحطه دي هتضيف زي ما سيادتك بتقول كده قدرات كهرباء اضافيه لينا. طبعا هتديك يعني 4 جيجا و8 من 10 او 5 جيجا. يعني ده كمية كبيرة إن شاء الله. وبعدين ده مشروع، يعني مشروع ما هوش 4 محطات، لا ده مشروع ده يعني ممكن يبقى 20 محطة 30 محطة 50 محطة إن شاء الله، لأن الاتجاه العالمي رايح بهذا الاتجاه إن شاء الله يعني. فإحنا بدأنا خطوة إيجابية مبكرا. دي أول خطوة طبعا، ده إحنا اتأخرنا كتير. الحمد لله. يعني أما تبدأ في التركيبات دي معناها إن المشروع ماشي طبقا الجدول الزمني. أيوة. ما فيهوش تاخير. أيوة. الحمد لله. واحنا نعلم ان روسيا معاها حرب في اوكرانيا. وما تاثرتش بالموضوع ده، ما تاثرش، ما تاخروش علينا يعني، ما تاخروش. وبعدين السياسه بتاعتنا. نعم. الرشيده والمتزنه. نعم. مع دول العالم كلها ادت الى ان المشروع ده ما يتاثرش بحرب اوكرانيا. علاقتنا كويسه جدا مع روسيا ومع امريكا ومع جميع دول العالم، ولله الحمد يعني. الحمد لله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئه المحطات النوويه الاسبق. قبل ما اروح للضيفين الكريمين، امبارح كنا في العالمين وكان في تدريب العرض الجوي.